أهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع وجولة إخبارية جديدة من خارج الحدود. نبدأها من ردود الفعل على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واللي أثارت حالة من القلق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تزايد وتيرة التحريض على التظاهر تحسبا لصدور قرار وشيك باعتقال ترامب. مصادر استخباراتية أمريكية تحدثت لشبكة CBS وحذرت من زيادة ملحوظة في الساعات القليلة الماضية لخطاب الكراهية والتهديدات العنيفة من قبل متطرفين محليين. وبحسب الشبكة الأمريكية إن المتطرفين المحليين حذروا في منشورات إلكترونية من إن المدعين من مكتب مقاطعة مانهاتن هيتجاوزوا الخط الأحمر لو تم توجيه اتهام لترامب، وهيتم مواجهة الأمر بعنف أكبر من العنف اللي حصل في أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكي 6 يناير 2021. الحكاية بدأت مع بدء مدعي مقاطعة مانهاتن التحقيق في مزاعم دفع ترامب أموال عن طريق محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين للممثلة ستورمي دانيلز مقابل التزامها الصمت عن علاقة بينها وبين ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2016. وكتب ترامب على السوشيال ميديا الأسبوع الماضي بيقول إنه يتوقع أن يتم توجيه اتهام ضده، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج والتظاهر. وننتقل إلى بريطانيا، حيث أعلن وزير الأمن البريطاني منع زيارة سياسي دنماركي من اليمين المتطرف راسموس بالودان من دخول المملكة المتحدة بعد تهديده بحرق نسخة من القرآن الكريم. وقال صحيفة الجارديان البريطانية إن بالودان زعيم حزب ستورم كورس اللي تأسس في عام 2017 تم إضافته إلى مؤشر التحذيرات ولن يسمح له بدخول البلاد. والحقيقة إن بالودان كان نظم عدة احتجاجات أحرق فيها القرآن وأدى بعضها إلى احتجاجات مضادة عنيفة. وفي مقطع فيديو على تويتر قال إنه يعتزم حرق نسخة من القرآن في ساحة عامة في ويكفيلد تزامنا مع شهر رمضان المبارك. وننتقل إلى تصريحات أخرى عنصرية صادرة عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش واللي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني. وأدانت جامعة الدول العربية تصريحاته العنصرية بأشد العبارات، معتبرة إنها غير مسؤولة وتشعل نيران التطرف وتؤجج العنصرية وتعكس الطبيعة اليمينية المتطرفة للحكومة الحالية وأعضائها. وشددت الأمانة على إن إشارة الوزير لخريطة البلاد تتضمن المملكة الأردنية الهاشمية هو نوع من العبث اللي بيعكس الجهل الكامل بحقائق التاريخ والجغرافيا، وكمان يمثل استفزاز للمشاعر القومية وخروج على أبسط قواعد العمل السياسي والدبلوماسي. وهنا بتنتهي جولتنا الإخبارية من خارج الحدود، كنت معاكم أنا هناء أبو العز.